الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. يا أخوة بخير بين صلاة أخوة قولتها الأسر بي إن شاء الله. أخوة قول الزهن علمي هموما فراوانك لو كوغاي زانياريا كم زياتر من بيبا بوي كزياتر بزاني هاتي نسرم شعر وتول يبدو شعر من خوين بلا مهر دوبارا تكرار يكينا وخيناكا. فرمي فربنا فربنا من خزيه، يا مدعاك فربنا فربنا من خزيه، قربنا من جنده وحزبه. كانت دوايها مؤمانة يا أخوة فروردقار من فر بنا فرار من بيبكا در من بيني لخزي خوي لعذاب خوي كما يرسوائية. قربنا من جنده وحزبه، يعني يا أخوة أخوان نزيك من كاتو لجندي خوي. أها وإن جندنا لهم الغالبون، هي القرآن في روزة لسرباز كاني خوي نزيك من كاتو وحزبه وهروها لدارو دسي خوي نزيك من كاتو أمشك إلين بجاه من نجاه واجتباه نحاه عن شوكستي واجتناه، يعني بجاه يعني بخاطري جاه جيقو بيقي أو كسيك خلاي قورا أو نجاد دا جاد لشرحكات توزيح دين لشي نجاتي داو أو نجاد دا أمجار نحاه هلي باكي وباكي كردوا لشوكي سوا لدركي تعلق بما سواوا اجتناه وكو سمرو بري او دار شيرينا لي كردوة وابو خوي، يعني اخر دار مثلا اگر خزمتي اكريك لخزمتكاني اويا او زياراني كمانعي الرشد دارك يا هل يباتشن ليا كانوا ودواء او هل باتشينج امرا بولي كرنويمي وكانشي او اهال قرآن همانا وجن الجنتين دان، يعني برهمي دوباغا كان زيك هالا دزرسية قطوفها دانية، يعني بهج دوايا مي وكاني نزيكن إتي لازم ناكا حلسي وزحمتي بوكياشي نازان مقاركي دسي بوكياشي يانا هرديتنا ودمو يانا ولي زور نزيكا. إذا أقر واجبي احتياجي بدس كياشاني جنبي أو أشهر خوي جاري فربنا بفضل توفيقه ولطفه، يعني فروردقاري إيما بهوي أو توفيق لطفه وكهيتي كخلاتي خويتي فربنا يا أخوة فرار من با يعني در من پريني يعني جعلنا فارين بمن كاد در پريو وبعدنا دور من خاتوا عن خزيه لخزيك كصفة خزي كوايا النازل من سماء قهره كالس آسماني قهري خواي قورو ديد خواب من فارزه وقربنا من جنده الغالبين الناصرين للحق بنصره ونزيك من كاتوا لسربازكاني خوي لسباكي خوي كهميشة سركوتو زالن وهميشة يارمتي حق أدن أو يارمتي حقيشة كأوان أدن بنصري خلاي قوره يا بنصري خلا أعوان نزيك من كاتو أمجار، يعني تعلقي بيبسي بنصره بقربناه وحزبه كصفتي حزبك ويا المطيعين لأمره أمشك إغلن بجاه من نجاه بخاتري جيقو بيقي أو كسا بيروزيك نجاه خواوي نجاة داوة من دياجير الطبيعة والمادة إلى ضحوة نهار الهداية والسعادة كأوي نجا داوة لتاريخي كاني سرشتو هروها مادة برورناكي روجي هداية سعادة خوشبختي بلي مفردك أو ما جمعك يتي واجتباه أي واصطفاه وبازم أوي هلي بجاردوه، يعني بجاهي أو كسيك أخوة أوي هلي بجاردوه من نوع بني آدم لجوري بني آدم هلي بجاردوه نكهة لنوع بني آدم بل من كافة العالم لناو تيك راي عالم تيك راي بونورا فجعله الرسول الخاتم والهادية جاء أمجار أخوي قورا كردي ببيغمبر بيغمبريكي دواي هينر بسلسلة ورشتي بيغمبرايتي ها و ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين أجاك كردي بهادي ورنيشان دريش بوكيلي قاطبة الأمم
بوتيك راي أمتكان ونحاه ونحاه يعني أي بعده أوي بها الباتشين لي مانداي وبلام هر هر الباتشينا بعده دوري كردوا في حقيقة الحقيقة حديقة الحديقة حقيقتي لباغي حقيقة دا دوري كردوا لشي عن شوك التعلقات الفاسدة بالسوى لدركي بيوانديا ناريكا كان كأو بيواندي ناريكانا بالسوى وآخر بيواندي كان بس بما سوى الله دو جورن بيواندي كان أويا لبر خاطري خلايا ويعني نفع سودي تيايا بو دنيا وبو قيامة أو بيواندينا بيواندي صحيح وقيناكا ولجوريكي تري بيواندي هيا كهم بو دين وبو دنيا من زرارا أوانا تعلقات فاسدا جاء أو خوا قوريا أو شخصيتي دور خستوتوا هلي باتشيوا لتواوي أو دركاني كبريتين درككان بريتين لا وإزافي بيانية شوق بولاي تعلق يعني دوري كل الهالي باتشيون لو تعلق فاسداني كما سوا وهي كأو تعلقان وكدرقوان جاء سوا يعني ما سوى الله تعالى واجتباه لنفسه أمر أخوة قولي أوي هالبجارد بوخوي هالبجارد آخر بو حضرتي موسى فرمي آياتيك واصطنعتك لنفسي على بوخوم هالبجاردوي أولا دوم بيوكراج بوخويك وحظيرة قدسه آوة تاني تنحية نحى ينحي تنحية هيا ليلة أبيت توجوبة وبكي بعنكي دواي أو حرف جريك تجاوزي في كله مثلا كردية زورشتي آوة هيا كأيما كمتر توجوبية كي جاري واهيا هر أم سر علين مثلا لبزي سر علين سري هالقرد سري خوي هالقرد يعني روي تنقر رايوه جاري واي شيء علين باي هالقرد باي هالقرد يعني بس سرعة الروي هر هالقرتنا يعني بباو بسر مع داجوا دسي هالقر يعني وازي هنا بباو بسر وبدس معناه هالقرتنا أقوار دري العربي شوايا الآن أقر الربا بفي تجاوز كابنا سفر كردنا بعن تجاوز كرب كاب معناه وازي هنا هر الربا أمانيا أوش أقوار رجال يرى أنا كيل دواوايا أبي أو بو هالباتشين ودور خسنا واجتمع نايكيو حظيرتي قدس حظيرة يعني قلم رو يعني بريتيا لشويني مثلا أفرادي تايبت نبي كزنات وانا شهت أبي أو آسانة آسانة فاكو خابيني خوا جاء أو ارتقاء وباب افتعالة همزكي بخلونه لبروزن شعركا فارتقى لملتقى البحرين حجزا لبغي برزخا للبين جاء أو في غنبرة درودي خواهي لسربي أبويك أخوا هلي بجاردو هلي باتشيو راسو باسي قرد بوبونو ارتقى حواكو سركوت حرقونا سركوت قيشتكوا لملتقى البحرين قيشت أو شويني كدو درياكا أغنبياك جاء أمدو درياي بدرياي وجوبو بدرياي إمكان معنا كردو توما مستا وديار أوجه للروي حاشيكي مولوي خويا أو كاري كردو ما مستا ملاكري يعني أو آية تبير وزي قرآن كافر من مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان برداشتك سوفياني ليكردوها لآيتك جائس آية مولوي هرزادي فكري خوي بأم تفسير لآيتك يكردوها يعني علماء فيش خوي ورقرت به آيتك فر من مرج البحرين دودان درياي رها كردوها خواي قورا أم دو درياي حال ينوايا يلتقياني بيق أغن أما بينهما برزخ لا يبغياني ولي لنيواني أو دريايا دا برديكي نهاني واهيا كأما بشاو نايبينين ببواني أو بردو إتر أو دو دريا لا يبغياني تيكال نابن يعني بجور لا يبغياني يعني مثلا وانا كان هيش كان مكان هيرجنا كان سر أوتريان يعني خواص وتايبد مندي أواني تري نافوت يعني هيش كان مقلوان خواص وتايبد مندي أويتر نافوت يعني أمش أجر إما وجوب وإمكان لنا وجوب تايبد مندي خويها يا إمكانش تايبد مندي خويها يا شن وجوب إمكان بون ونبون يكسان لا إمكانه يعني بون نبون يكسان ولي وجوب يعني نبوني لقلنية وقتها كشتيا واجبان يشب بيت جاء لي أم سركوتو تأيوال لملتقى البحريني وقأوش
هل وكو وظيفه في غنبريتي درودي خايل سربه ام رابطيك لنيواني خدا ولنيواني مخلوقه وني بياني خوا ديني وبيامي خوا كايهني بلاوي اكاتو بسرق واته لواجبه وشدبر وممكن ديني بيامي واجب ديني بو ممكن يعني حوا او حالته او دوبينيه مولوي داينا وبملتقى البحرين او شوينيك دو بحري وجوب وامكان بيق اغنوا كحالي ام محمد ويا درودي خايل سربي حجزا يعني بوته بربستي لبغين بوته بربستي بودز دريجي يكي لو دوانا بسر اوي تريانا برزخا للبين وبو برهلستيك لنيواني او دو بحرها والله اخو لغه كان لاصلا وشكان أكريم عربي بي كردي استفادة لي كربي كردي بي عربي استفادة لي كربي أريما كلماتي ومنظور القرآن فيروز مثلا جناح ما هي جناح لواني هر جناحي كردي بي إيسا لواني جناحكي إما جناحكي أوان بي فيها زور يا مثلا ما سهجار زور علي حدودا شاهد وكو خوي علي حوصد لغتي غير عربي القرآن در هنا ويكب لواني كلمين رضوان رضوان ورضوان من الله أكبر يا هر وشكالين رضوان ترقاواني بهشت رضوان رزوان رزواني كردي يعني كسي كمسؤول باخي كباخي كي بدست أو كسي شكال ترقاي بهشت يا حقي خويتي ناوي الرزوان بي رزوان بي وأمان وفار التنور أم جارة بالي جاء لي فإرتقى بثبات المبدأ والاستقامة يعني حوا كوت بجيجيربوني سرتاو لا سرتاو كجيجيربو امجد جا جيجيربوني سرتاي تنيا كافيني استقامت في استدواي اول اها شي قالوا ربنا الله ثم استقاموا هل ربنا الله حساونيا او بشي جرنغا او قبل ربنا الله هميشه اجامي استقامه كافي استا جاء علي اويا علي بثبات المبدأ والاستقامة والراوستان خوراقري على مدارج الكرامة لسر بلكان كرامة قوري جاء خير بو ارتقى سركوت لي أو لي منا إلايا لدرجة ومقام يعني خوي قيان دا بلو مقام كهو أو بلو مقام ملتقى البحرين يعني شويني بيقايشتني دودان بحركي أي بحري الوجوب والإمكان أي فعرج يعني حواء كود وطلب ومعراج شوبه إلى مقام من الكمال يعني قيشت بليكي برز لكمال قوري كأوبل قوريا لا يليق ما فوقه إلا بحضرة ذي الجلال كما فوق أوبليا لهيش كذناك عليتوا إلا لذات الله نبي حضرة ذي الجلال يعني أم بيغمبر درودي خايل سربي بو عالمي إمكان شتيكي تر نماواتو قشتة آخر بلية يعني آخر بلية كبو عالمي إمكان هيا يتل ليو لاو ما فوقي أو بلية كبيغمبر إسلام بيغشتوا فقال لا يقشتياوي خواي قوريا يعني فقط خوانية وثبت هناك واستقر يعني إتأمجا بيغمبر درودي خايل سربي اللوي بسابتي مايو وجيجير بو بوشي حجزا لبغي احد البحرين على الاخر ولا لا شعرك بالتنوين اخواننا وبلامل شرحك اذا فيك ولا احدك تنوين في حسبك لبر اويك بربست يكبي بو جلوغيري يعني جلوغيري يكبي بو مثلا دزدريجي يك يجلودو بحر بس الاويتريانا او اختبيت برزخ يكبو او بين قال الناظم في حاشيته او اشاره ابم حاشي خواره ويك نسيتي امي مولاي خواتي أرين نازم مولوي خوي لحاشك خوي فرميتي إذ في غلبة الأولي إضمحلال السوى ومنه الأحكام الشرعية أرين أجر أولك غالب بك بحري وجوبا يتر السوى مزمحل أبي يعني نابود أبي السوى أحكام شرعيش قشت هر للسوى قش أجمع سوى الله أجر مزمحل أبي وفي طغيان ثاني وأجر دومك زالب بك بحري إمكانا أعمانيتيا الجرأة بويريتيا والعصيان سركشيتيا والكفر بباوريتيا والأنانية خوبرستيتيا
أنا أنيها رأي أنا أنا يتر خلق يتري بلاوه هيش. والدعاء أنا ربكم الأعلى تيايا الدعاء ويتيايا علي أنا ربكم الأعلى وكفر عون. بل يستفيض أي شيكا أم بيغنبرا ليواتيكا بل يستفيض من الأول ويفيض على الثاني. بلكو أم بيغنبرا خوشا بيستا لأول هل أقوزي يعني فايز ورا قريا لأول لأول ورا قريا ويفيض وأي رجيا بسر دوما كعالمي إمكانك. جاء أمرا فرمي حر ديال تعريفي بيغنبرا أكادرو دي خوالة سرمي معناه مغناه سنام القدس صورته حلت معاني الأنس. ألي معناه وتم معناي في غنبر درودي خايل سريا معناي أو شخصة شنيش أنا وقينا هنا ولا دوايا ناوي ديني مغناه يعني شويني أو مغنا غنا بمناي وجودها توها كأن لم تغنى بالأمس لقرآن هيا يعني وقويا كدويا كهر نبو به كواتت تغنغ غنا معناي بوني هيا مغناه يعني شويني بونكي أو سنام القدس يعني لوتكي برزي باكو خاوانية يا لوتكي برزي بسند كراوي خواي قوريا يعني أو آستبرزي كداينا وبو غيري خواي خواي قوريا كبيقا بو آستبرزي لو آستبرزي وكو شون كوهاني وشتر دوغي وشتر بسر بشتيا لو حوايا أبيش دوية صورته أو معناه بمعنى عالم الروحية كيتي واتا شن هر بشريك لا ينكي روحي هيا ولا ينكي حيواني هيا لا ين حيوانية كي شويني أو لا ين حيوانية سنام القدسي أو شوين برزية أما صورة بشرية كي حلت معاني الإنسي حلولي بوا لناو معاني إنسا لناو عالم لناو إنسانا بويك ارتباطي به وتأم بصورة الروحية كي يعني بمعنى كي وكبلي ذو الجناحين ببالي معناي بلا إخواويا وأم جاري بالي صورتك بالي مادية كشي بلاي بشروية لو بينايا ولا عقيدة مريكا تياتي حيث لبرمني شعر كاني جعلي أصل أول من بزان بيقين باور بحق رب العالمين جات شلون باور إنكار ملولك بروي كفر ذا تشاقر دلولك لقردي نقطي سياه سفيد باكي كاهر وكلمة توحيد أخر كلمة توحيد لا إله إلا الله نقطي تانية جاء أمجارة شفوي لدم ضل بسيني يادي ليوارو كنار نميني لا إله إلا الله كا هني تانية حرف شفوي تانية كحرف شفوي شوارن بيو فيو واو وميمة لا إله إلا الله إشكام لواري تانية جالد ويا أقات إيوام أرهاتي وباز وبقاوة وبوي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرهاتي وا يعني آلو مقام برزة هاتي أخواره جاء اشتكي تري هاي اللي مع الله جبل اللي مع الله يكب جبل أو اللي مع الله يغنبر فرموديكي هيا علي من لقل خواي خوما مقام يكم هيا بلي يكم هيا كلو مقام ذا ن النبي كي مرسلم أجاته ونهج ملا فريشته كيش ملك كي مقربيش في أجا على أو حالته هي بلام أو بجيبي على اللي قال أو ديت وبنا وخلك كي خوي أرهاتي وباز وبقاوة وبوي محمد رسول الله وكأمن جابوا دو فليك أهل تصوف بقائل بقى وفنا على إنسان أول أشي فاني ببيتها بقاوة أجري جاء أمجار الليراء ولما كان من واجب الرسول الأمين المبلغ لأحكام ربه إلى العالمين أن يكون له جهتان جهة قدسية للتلقي من مولاه وجهة إنسية لتبليغ أحكامه بيّن ذلك بقوله علي لكاتي أكدا يكيق لأرك بيويستكاني بيغنبري أمين دار باكو خاوين كراغي نري احكامي فروردگاري خويتي بلا عالمين او يا كداري دو جهت به جهتي كي پاكو خاويني ببي بو اوي تلقيب كان لمولاي خوي ورگري تلقيه من ورگرتنا ورگري لخواي خوي وجهتي كي انساني شي گركا بو اوي اوي وال اخوا ورگرتو تبليغي كابسر مروفكانا فرمي جاءو يبانك بقول فرمي معناه يعني حقيقته يعني لا ين الروحيه كي مغناي او لا ين الروحيه يعني منزل ذلك المعنى واتهي مغناه أقرته بو معناه يعني منزل هوارقي أو معناه سنام القدسي
سنام القدس يعني شيء أي أعلى درجات النزاهة القدسية يعني بالاترين بلكاني باكو خاوينية النزاهة جن باكي وصورته حلد ونزلت معاني أي مكان الإنس جو أي مكان الإنس خبرنا وبلام أما شن معاني يكي بيو بو يك حذف ونو نجاك سريها يعني لبر وزني شعر يك هرتن يك شيء ببليوات يشين يشن أجاب لك لكتابتي شاب نوسي للفزة نايخ ونينو زربي أوني ولا نينوسيوا أما أو كسري كلا سنون كدايا النوا باجماوي أو يي بجماوي يك شو ما قبل يي مقصودة جان آخر شعر كمان لخلاوكا شو كصورته مفتعل حلت مثلا مويت وناته حلد مع مستفعل باشا أمجد نيل إنسي مفعول أما درسته ولي أجر أوايل يك نيل إنس يتر أو بعلي هناك نابت وفع تواويناك هاتش أنا بتفعلون ولي لقال أمي تر تواويناك بعلي برك قرسي كا ونزلت معاني أي مكان الإنسي أي جاءوا أمجر مكان مكان أخوي النوى أي مكان الإنسي بكسر الهمزة بمعنى الإنسان يعني لقال إنسان الرب فيه ويضمها وبيضمها أقرب الله أنس إخواني نوى حلت معاني الأنسي باشا بمعنى الألفة أو كات معنى الألفة فالمعنى هنا أخو أقر حرص لسر حالة الروحية كيبيه يعني أقر سورة بشرية كيبيه ناتواني ارتباطي لقال إنسان أبيه هلوك ملائكة ناتواني آوى كواتبه وبيضمها بمعنى الألفة فالمعنى على الأولي أقر إنس إخواني نوى أن سورته الجسدية الشريفة يعني صورة جسمية كي بيغنبر دولي خالفة بكبير وزو شريفة نزلت داب زيوة واستقرت جيجير بوا في لباس الإنسانية هاتوا تناجلوا برقي مروفايتي فهو صلى الله عليه وسلم مع كونه قدسي سيرتي أو بيغنبر اللي قال أوايا قدسي السيرية يعني السيرة وأخلاقي أو وابست بخواي قوري وبومن بعا باكا ويا إنسي صورتي ولا صورة لصورتها إنسي وصورتها سيرد بشر سيرد ملك ملك وعلى ثاني لا سرد وما ألفت بأن صورته الشريفة تحلت بالأنس والألفة مع العباد بعلي لا سرد وما قال صورة الشريفة في روزك في غمبر الدخال سربي تحلت رازاوة لحيلية ودي مثلا تحلى خشل تحلى تحليا تحلوا تحلت لا ما الفعل كي حذف بوا تحلد يعني الرازيته وخشلدار بوا بأنسو بألفته كأنسو ألفت يعني وكوبلي آخر نكر دي خوامانا بكاري مثلا آيسا كان وحش يا وحشي إما كيوي بوا بكاري نهاج مرة كيوي ولي بو أنسو ألفت كوي بكاري أبي كويبون يعني يتر آواء بعد استمو كوي يعني ليك والنزيكن ليك والنزيكن بجوري كيواكا مثلا ترس يعني ليقني ترس صل ليقناك نوا جاء انسو الفد يعني مع لقل عبد كان جاء باشا بو لقل هردولا بيواندي هيا بيغنبر دولي خالة سربية آخر ليستفيض من الله سبحانه عليهم ليستفيض من الله سبحانه عليهم بالإرشاد بو أوي كفايز ورقريا لخواهو كسبحانه خدا باكو خاول لها مشتي فإذا كبيري لأخواه وبيرجع عليهم بسر أمانة بشي بإرشاد الرهن مائية إن جاهر إشارة كابو أو مبسته كبيغنبر قدسي السيريو إنسي السوريا أفرمي أصل وفرع حبة مكررة من شجر الكون ومنه الشجر هميشاء أو حديثتها البيستوى لرشها النسيبتي كنت نبيا وآدم بين الماء والطين في غنبر الإسلام فرموية تدرج خالص من في غنبر بهم هشت آدم لناو خاكو قلابو لناو أو قلابو يعني هشت قرقين الشيل درابو وكوبلي أو قريك اللي يدرو سبي جاي سالي رأى ومن برق برونا كاتوا أصل وفرع يعني أو كسك أخوها لي بجاد وهم أصلا هم فرعة حبة مكررة يعني دانيك كتكرار أبيته آخرها يشوايا مثلا تو يك مثلا شقيني ليوا داني جوز دار جوز كيلي دروس بيا دار جوز كا دواي جوز غري اواس دوباره جوز غري هميشه جوز غش تاكلي هي هميشانو
أبيت حبي مكررة بدأ جاء أصل وفرع حبة مكررة من شجر الكون جاء أم من شجر الكون بو فرعك أجده فرعك كأم لشي بيابوا لشجر الكون شجر الكون يعني داري عالم أو سلسلة عالمك دروز بو ومنه الشجرة وهر لولا شوفك أصل باعتباري أصل بونك شيء أصل شجر كونك شهر لوويا يعني لا في غمر ويا درودي قايل سلف جعل ثم أشار إلى ما روية ولا يشارك ولا أشتك الرواية ومن أن حقيقته صلى الله عليه وسلم أصل للعوالم كحقيقة بيكاتي في غمر درودي قايل سلف بنما يبوهمو عالم يعني بوهمو بونور وإن كان في عالم المادة فرعا هرثا لعالم مادة لإنسيكيا لإنسي صورك يا فرعة ولا زور شعر هرواية هر زور جوان وقدمي روح زور جوان بو أو بو 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 إنسي كيت إنسي صورك أم جارة فقال أصل أي هو صلى الله عليه وسلم أصل العوالم روحا وحقيقة لروان قال روح حقيقة وأصل عوالم ولكنه فرع في عالم التناسل المادي باش لعالمي مثلا زاوزيرا لدنيا زاوزي مادية أو لواء بيت فرع فهو كوات أمبي غمبر خوشويست صلى الله عليه وسلم حبة مكررة في الوجود يعني دن كجنميك مثلا تكرار أبيته لوجودا كان أصلا لا أولو أصل بو ثم ظهر فرعا دوايب فرعي فيابوه فكما أن الحبة مادة نووية هلوكو دنق ماديكي نووية نوي نوا نوا أخلى القرآن آياتك ما نيه فالق الحب والنوا نوا ليوابا ما نيه هستيه أهالي رشابة أو هستيه كأتومك يجن ناوكي كرديك أخونا بيجن ناوكي أو خلقي النوا أو بقى ليوا ناوي مكان أما ولي النواب ما ناي فراق شاتوا فراق جابوا نوا لو كاتدا كتو علي نويتو مثلا نيوشك علي نويتو يا إلا هموش تجابوا مو هاتم بلا أم كارمو كانوا يشكردين هاو جالي رشا علي وكو حبا وكو حبا مادي نووية بو دار چه داري النابتة منها بو أو داري كالرواوة منها لما لو حبايا ثم تخرج منهما باشان ليانا وديت دروا أو منهما يا منها يأيوا منهما منهما يعني لا وكو بلي من بيم خوش بو منها بوايا يعني لدارك وفيداء بي يعني رغم ميركا مفرد بوايا بس اقر دوانيش بي اكريا لحبا كيشو لدارك الامر على هل كان فيا ابي وخوا منها ها باشا ثم تخرجونا أبينا جاء خارج أبي اللي إلى دارك ثمرة كسيفتي ثمرك وايا منتفعا حالي وايا منتفعا بهايا يعني سودي لي أبري فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ثمرا حاصلا من شجر الكون لا أولا وبرين أما باري إنسانية كياتي ثمر برهمك في كاتي لشجر الكون مثلا شون فولد من والدين ماجدين يعني بولده نرى ولدائك بوا لدودان لباوكو دايككي قورو أرزشمن أمجر وقد نبتت منه شجرة منه شجرة لحالك لو الرواوة همان شجرة كأم لباري إنسيك ولو شجرة هل أو شجرة لو الرواوة أي شجرة الكون والجملة الأولى جملة الأولى جملة كم كوتي من شجر الكون بيان للفرعية بيان فرعك وفرع والثانية ودوما كان جملة دوما ومنه الشجرة للأصلية بيان بو أصل كالأول شعرك وهي أمش على طريق النشر المشوش لسر سبيل لف نشر مشوشة لف نشر زور خوشة ويكا لأول كومال شديني جالد وايا كومال شتيتر ذكر أكي برامبر بوشتاني كالأول وتوتا وكو مثلا فردوسي أري جاء عليه شيء بله عليه دريدو شكستو ببست يلان را سرو سينو باودست
مثلا سركبو برينكيا دي ام جارس ككبو درينكيا بس بودا سكيا اه وتاني بس بودا سكيا شكانكش بو باكان ليوا اوا بو جوري يا مولاي خو ما نفرمي هل باسي معراجي في غمرك هذا وجه خلص ريشن هزار سال تيشن حجابات ذاتي حق كلام سؤال جوابات شش دانشد علي ليوا امر لمن سرا لشعري بعديا علي شو بودي بيستي كرياد رياوا شو بودي بيستي كرياد رياوا هات واحد قهر دلريا اما انها مود لفو نشري وشوش او ما مسا الشافعي فرمو اه بالي بالي لفو نشري المشوش بين ادي كواما اللي جاء علي لو وصلوا فصلي من اجازوا اثنابد مرتب كرت لفو نشر المشوش به أدي كواما اللي جاران فرجع منه شجر أي شجر ثم فسر ذلك بعبارة أوضحها أم يتفسير كدود وهي مولوي بعبارتك واضحة فقال فرمي في عالم الأمر أبو الأجداد في عالم الخلق من الأولاد أو آيتك ألا له الخلق والأمر يعني خداهم خلقيها وهم أمريها يتأم سوفياني شاب برداشي تايبتي خوان ليا كردوا يجي في عالم الأمري أي الأرواح عالم أمري بأرواح بو لو آيات تقريبا بوشونها قل الروح من أمر ربي ويندانا وكبلي دبي أمر لعالم منظور بأمر عالم أرواح به هرشن ممكن ما بس زور شاهد خواي قور ما بس يزور به لو في عالم الأمري أي الأرواح أبو الأجداد لعالم أمره هر أبيت قدسي يسيرك كلا أول باس ما كان باوكي همو باو قوري كان وإليه الأشارة بقوله وإليه الإشارة هرب ولا أو معنى إشارة بقولي في غمر خوي جوج غزكا فرمي كنت نبيا وآدم بين الماء والطين من في غمر ملحالك آدم لنواني أو قلابو وفي عالم الخلق أي المواد والأجساد من الأولاد الأولاد جائس أمر ما مسافر من وإطلاق عالم الأمر على عالم الأرواح وعالم الخلق على عالم المواد عرف لأهل التصوف أو عرف لأهل التصوف يعني أوان بعالم أمر قبلين عالم أرواح بعالم خلق عالم مادة باش بو أوش دليل شانية ويستأنس ناله يستدل ولي الله يستأنس أنس أجيريا يعني إنسان كري بوي بشيو نزيق من ليكوا عليه بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي أها أخوي قولنا فن الروح لا أمري فالوردقاري منه بلا أقربابي كأوانية كابا روحك الروح لعالم أمره يتبع زينية أشكري مثلا ما تجقل الروح أشكري بعضيش يعني روح بعضيك بلو عالم أمر إما كارين مثلا عالم أمر يعني عالم أرواح باسم ليوشا معنى وانية عالم أمر هر فقد منحسر إلى الروحة شنك هر سوفي كانوا كبوخة باس ما نكرت شن دانشتين جقل الروح هي قلبيان هي النفس سر خفي وأخفاء همو أوانا بحسكا ثم أشار إلى سر كونه صلى الله عليه وسلم ذا الجهتين والجناحين أم جاء إشاري بلا أكر رازي آميك أم بيغمبر داري دو جهتا لله بالكي بخوا ويو بالكي بخلق ويزو الجناحين أعمى سر كيشيا إشاري بلا أكر بقول خوي فرمي أخذ من مشرعة اللاهوت سجع على مزرعة الناسوتي عذبا أوجا أو عذبا مفعول أخذ يبوي شنبو أبي لا شعري بعديا علي عذب يعني آوي شيرين واتا وري قرتوا لسرشاوي لاهوتوا يعني لسرشاوي خدايا وآلي وري قرتوا لما نبعو سرشاوي أوا وري قرت أو عذبي وري قرتوا وليك وري قرتوا سج رجاندويتي على مزرعة الناسوتي لسر كيلقي ناسوتا كيلقي ناسوتا بيتا كيلقي إنساني لو هنا تيبو بويا كان أشهد جناح بي أقبل وري قريو به نبو أملا بويا علي أخذ بالوحي والتلقف القدسي تلقمنا ورقرتنا ها لقرآن همان آياتي أقفر مي باسي عساكي حزن مسايا علي تلقفوا ما يأفكون تلقفوا يعني أي شنيوة أي شنيوة أوي أوان بدرو آفرين أواني كأوان بدرو سازيان كربو كشي شنيوة من مشرعة اللاهوت أي عيني ينبوع الأحكام الإلهية يعني أو كان يكا منبع حكم أخوايا كان تشكيل دعوة فسج وصبه أو سجيبه يبصب تفسير كروتوا
سجى معمولا لازمة أه؟ ما أن سجى جاء إلى القرآن وأنزل من السماء ما أن سجاج ليخرج به حبا ونباتا جاء لواء سج لازمة خب ليرك لازمة شون ليرك مفعول في آوة عزبن ها قال آه مفعول في داوة أمش الله أو سج والصبنا يصبي ليرك من متعدي بكار بآتوا وصبه الرجاندويتي على مزرعة الناسوتي بس المزرعة الناسوتي أي الإنسانية شي رجاندوة ماء عذبا جاء أو صبه هي كإزافة شن مفعولة كآل ردي ما أنا آوك كآوك شيرينة كأوك هو زلال الشريعة الحنيفية سمحة زلال شريعة كام شريعة آخر پیغمبر دلو جهاز فرموده كي آلية بعثتو بالحنيفية سمحة يعني من نردراهم بدين كدين إبراهيم حنيفية آخر إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا مسلما بوأم جاء سمحة سمحة يعني بالبلاوة يعني سمحة بكردي خومان برشاو فريع يعني برشاو تنية إيه من زور عادتك إخراو من هي زور جاري واهية وقتي أجر كسيك لباري كسيك وكتوانك أنجام دوا خرابيك كردوه بيا منوايا أجر خوابي ما بوبهش زرر لإيه ما هذا يا بودي وخاني ما ليه مجناه هو خوي كورا خوي رحمي زور هوا والرحمة وسعت كل شيء لواني تاتوب ويرواني أو بلتو قشت بيتا أو شواني كتوب ويتي جاء ويا شريعتي إيه ما سمحية جي همشتك تيابيتا همشتك أتواني شاو بوشي لزور شد أكا همشتك أتواني دعوة يعني بوجورة زورو فشار نايري بجورة كيواكا بيض تحمل نكري وكارا بيض جيب جينا بلى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انجا دائوا عذبا أمرا فراتا فرات لكردية مناي تونية إشكين ولأنبا مناسب لي داوته ملائما يعني سازقارا سائغا يعني بيقرفتا وقت يكاي خويتوا قرفتوا شتينيا في حلقوم العقل يعني قيرناكا لقروي عقلا لقروي آوزا سهلا آسانا مريئا عاقبة بخيرة يعني أقر دواي أو أخوارتوا وقبل إشفال بو بيوايا عافية البخشة أعني منهاجة كقصد من بهموانا منهاجة منهاجة كيوايا منهاجة يعني الرشك والرباز منهاجة كينتهجه عباد الله الموفقون لليل السعادة كعبدكاني خواي قورة أواني كخواي توفيقي داون بو أوي بسعادة بقن أوان أكون سر أو ريقة أي قرنا عذبا فرات سائغا منهاجا أحسن به شرعة ومنهاجا شرعة ومنهاجا آياتيك لقرآن بيروزا شرعة ومنهاجا هيا أحسن به صيغة تعجب آي چن يشاكا چن شاكا أو آوك أخواي قورا نازلك أو عزب فراتا كدبيت الشرعة من كحالي ويا شرعة منهاجة يعني برنامو بيرو بروغراما واتا مسير حركة تعينك جاء أو جار أحسن به صيغة التعجب أي أحسن بذلك المنهاج يعني أو منهاجة شن يشاك كشرعة منهاج أخواي قوريا وكلمة أو بمعنى الواوي لقرآن شرعة ومنهاجايا أم يرى شاية لبروزن شعر كده شرعة ومنهاجة بالي بمعنى الواوي وذلك من حيث وضعه في لا تروان جيكا ومسألة أو شريعة بوشية ويا يا بالي لا تروان جيكا عام شريعة برنامج في غمرين أم منهاجة هي وضعك برنامج ومنهاجك لا تروان جيكا أعوى سازقارة لو روان جيكا أو شريعة لا توسطا يعني لم يان الروية لبين إفراط التفريد دايا يعني نزيا الرويت يايا ونكن الرويت يايا في كل النواحي المادية والمعنوية لهمو لا ينمادي ومعنوية كان أم جارة وهروها وجمعه عطفي كروب وسر حيث من حيث جمعه لبروي أم برنامج أم منهاج كوي كروتوا بين صلاح المعاش والمعادي يعني هم برجواندي دنيا جياني دنيائي لنزا قردوا هم برجواندي معاد كاتي قرانا وقيامتي لنزل قرتوها
وتيلي كافة العباد بوهمو وتيك راي بندقان، وكون مبادئه ومقاصده معقولة مقبولة لدى العقول السليمة. وهروها لو روان قوك مبدأ كان أم شريعة أم منهاجة أو مبدأ أو سر شاواني كلمان وقرتوا يعني دس بيك كاني، وهروها مقصد كاني يعني دواي دس بيك ويك الآخرة بي أغين واتم بستكاني دس بيك كاني وما بستكاني شي معقولة يعني آوز من دانية مقبولة ورقي راوة لدى العقول السليمة، لا أو آوزاني كآوزكان سالما أو عقلاني كسالما باشا. وهروها وأعماله وعقائده مما لا حرج فيه على الطبائع المستقيمة. وكرد وقليك لم منها جداهيا وبيرباورك كلم منها جداهيا بازم لو اشتانيك حرج زحمتي تيانية لسر سرشت ريكو بيك كان أو اختم موسعا فيه المجال لأهل الكمال من العلماء المجتهدين للاستنباط والتفقه في الدين. موسعة يعني مجال ميدان لو منها جدا بانو درتان دارا بوكي لأهل الكمال بوانك أهل كمال لكي لعلماء لو علمائك اجتهاد أكن لبوكي اجتهاد أكن بو استنباط بو حكم شرعي دربين فيري فقه ببن لدينا تفقه لدينا. وبذلك صارت شريعة ملائمة لعصور الإنسان وأدوار البشر أجمعين. هر آبوه يوا أم منهاجي في غنبرة درودي خويل السير بوب شريعتك كريق بكوي بكالي توا يعني يق بكوي لقل همو عسركان إنسانا لقل همو أو دورو كاتاني كبشري فياتي فر أبي. وعلى هذا الأساس قال تعالى ولسر أم أساسية أم بنماية كخواي قوري فرمي ولكن رسول الله وخاتم النبيين وهو زمان يبيك والنبي أو بيغمبرو خاتمي بيغمبرانا مهد ذلك المجتبى جاء أمجارا مهد للعباد بالأقوال وبالفعال ثم بالأحوال شريعة طريقة حقيقة بمن له أجنحة حقيقة. أفرمي مهد ذلك المجتبى يعني إخوة أو مجتبايا ولا فيش أوت من مجتبا اجتباه هلي بجار أو هالبجار دي أما ذكرت بو عبد كان يعني سازجاري كذن لقليانا بالأقوال بقفتان وبالفعال بكردوا باشا ننا إجازة فرم اجتباه أو مجتبايا بك بفاعل ما هذا ذلك المجتبا كبفاعل ما هذا يعني أو مجتبا أو هالبجار دي إخوة كمحمد درودي إخوة إلى سربيا باشا ريكي بيكي هنا للعباد بو عبدكان بأقوال بفعال بأحوال كيف يكينا شريعة أو شريعة لا شعر دوما أبي بمفعولي ما هدا بالفعالي الظاهرة فعل ظاهرة كان ومنها تقريره هل فعال فعل ذا تقريري بيغمبر يعني أقر كسي شتيكي كردبي أو دمني نكربي معنى يوايا أو شتج درستا ثم بالأحوال أقر بيزاني بيغمبر فاشن أحوال النفيس النفسية أحوال نفسي أحوال نفسي مثلا وكالة دروما كو رازقو بو بخيل مبو سخاود من بو أويك بتايبل تصوفة برجستي أكناوا سيشتن يكان تخلية بدواي أو تحلية أمر تجلية تخلية يعني خالي كرنوي درون لها مو أو صفتاني كدجمروف بكارناها أوانت كدركر أمر جاي جوزين يانكا يعني جي كان برو كجي أوانا بها مو أو صفتاني كمروف دوستي ديان المحبة ديان الخوشويستي ديان جا أقر أوانا لا بردو أمانته هنا جي كي أمر روي أو تهي دركبي أبيت تجلية تجلية خو درخستم تحلية لحلية فريق تدر بالي 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 باشكم رايكي تل. ثم بالأحوال النفسية من الصفات العلية كأبت الصفة بردكان والأخلاق المرضية أو أخلاقاني كخدال الرازية جاء شي هنا شي دانا أن بيغمبر شريعة شريعتك وكيجتمع عليها المكلفون كهمو أرك دار كراوة كان واني كتكليفين في أسبير دراوة باشا قشا لدوري كوب ابنه وهي الطريقة جاء طريقة يمل الشركات طريقتين خوينه بلام ديره ما مستبافتي عبارتك ويلك رو مجبوري طريقتين خويني توا اويش ريشك وريبازيك ريقيك كأوغياني الى الفوز بالسعادة بو اويك بهرمند ببي بقي بخوش بختي وحقيقة
حقيقتي يا وحقيقة الواقع الذي عليه مدار العبادة، يا حقيقتي أو واقع بنيك مدار عبادة لسر أوية أو حقتها، فهي بمن له أجنحتون حقيقة، فهي كوات أم شريعة بوكسيك الداري بالقليك بيبي بفري يتير بها في سماء طاعة مولاه، شندان بالكي بيكبيان بفري لآسماني جيرايلي قورك إخوياك إخوايا حقيقة لا يقامك يعني من لا يقبون شايستيا أي لائقة. ممكن كسب لباو مولوي صوفيا أم شريعة طريقة حقيقتي بما بس بكار بيناوا قريكيتي مثلا أو باسي أو كلا طريقة كاهية باسي أو أشبك توبو مسيرك تقوري مسيرك تقوري والدايا وكأنما شريعة طريقة أمشتيكي تراب. عليه فإن قلت لما عدلت في شرح البيتين عما اشتهر من أن النبي صلى الله عليه وسلم مهد للعباد بالأقوال شريعة وبالأفعال طريقة وبالأحوال النفسية حقيقة، عليه أجر لشرتك لا بلي ليمبرسي بلي بولا دا لشرحي أو دو شعر دا لو يكشورتي باكرونا وباني سندوا كبيغمبر دودي خوالة سربية بو عبدكان بأقوال يعني بوتن شريعتي داناو بكر دو كان يخوي طريقته كي داناو بأحوال نفسيش حقيقته كي داناو بول ولا داو، وهي لائقة بمن له أجنحة وأوجدار لائقة بكسيك داري شندين بال ببير شن أوان شندين بال بالي أقوال بالي أفعال بالي أحوال وانيا أبيت شن بالي ببير، وقوة قدسية بمن له قوة قدسية قوة جمع قوية قوية قدسية. قلت جواب دمو لأن ذلك شيء يتراءى في بادئ الرأي صحيحا، شن أو معناه كمن لم دايوا شتيك كبرشاو أكوي لسرتاي تمع شاكر نوبة صحيحي باشا ننا أوي واتوي وتعيس كاني أمي إيرا كبلين أو بأقوال شريعة دانا وبأفعال طريقة دانا وبأحوال نفسية حقيقة دانا لسرتاو بصحيح ذلك، ولكنه ليس بصحيح حقيقة ما مساوي في صحيح لي يتراءى با لازم با بتفاعل باشر وسعين. فإن الشريعة المطهرة شن شريعة باكا كي بيغنبر درود يخالة البيت تحصل من أقواله وأفعاله وأحواله، هل أو شريعة باكا حاصل أبي لأقوال بيغنبر لأفعال بيغنبر لأحوال بيغنبر تويلي أكيك فقط شريعة لأقوال بيغنبر شن وقتك اختصاص يا كيلوا تيجي مثلا لا اقوالك شريعه فيابوا دي لا افعالك طريقه فيابوا لا احوال حقت فيابوا لا حالك باقوال باقوال بافعال باحوال ايشان شريعتي الفيكناو مهم اويا بووي كسيكيشكا او نوع طريقه كبيرا طريقه بجريته بر كسيك بي وقت مولاي خويا رجاء شركيه فرمي هبو كسخنا بتولي الله ولي كسيكا عارف بالله ما أمكن بذات بصفات آقا بيكيشي وسن هرثي تقوادا لترازوي شرع مو يلا نادا أو وليا ولي كسيك عارف بالله نخدا نازبي أمجر ما أمكن أو النازيك ممكن أبو بشر بس بذات بصفات آقا ما أمكن توزيق لذات وصفاتش بزاني تزبوها ناتواني همو بزاني أمجرها هرسا سنگك له ورمانه كي شانيان بيكردو نه زمي سما ويانا برديكا بعد يقرا هرسيه تقوى سينو تقوى مان هي ولي هرسا كجوان بيك شي وسن هرسا بو هرسا وادياره وثني كي دقيقه هرسيه تقوى لا تراضي شرع مو يلانا او وليه او سنگي له ميزان ديرو اه انا انجل بله وقد امر الله تعالى باقتدائنا به في كلها وإن جاء بيغمبر درود يقال سر به خواهي قورا فرماني بيغمان داك إما اقتداء كين ببيغمبر اقتداء بيغمبر بيكين بيشنجي خوامان لهمو أوانا ها فقد قال تعالى فرمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أقر واقعا قلت أنا خوشويستي خوابا دزبيرن هو شويني من كون يعني أي محمد فيان بلا بو خلق أقر قلت أنا خوشويستي خوا بدس بينن خوا لا يكتان ليكاتو محبت يكتان برام بربنوينية أو فاتبعوني شواني من كون أجر شواني من كوتن يحببكم الله حتما بزان خواي قولا لما حبتي خواي باش تعندا
وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لولا شو بيغنبري بعنواني بيشنك بإيما ناسان دوا فرميتي براستي بو إيوه هيا لبيغنبري إسلام لبيغنبري خوادا بيشنك يكي شاك هيا بو إيوه أو بيشنك شاك فراموش مكان هميشة بدوا يوبن. جاء أمر عليه وكل ما يتأدب به الأولياء والصالحون ويؤدبون به أتباعهم من تخلية النفس عن الرذائل وتحليتها بالفضائل توابي أوشتاني كأولياء كانوا بيا وشاك كان أدبي في أجرن وأدبي شوان كوتواني خوشيان دائدا لويك على النفس تان أبيل رذائل خاليكا أبي بيشي رازينا وبفضائل والزهد عن الدنيا الدنية وبيتان لا زهد يعني بميل بن بعلاقة بن بأم دنيا بأرضشة والانقطاع عن شهوات المحرمة النفس نفسية وخوتان هلبرن لو شهوات يعني أو آرزونا فساندانيك كحرام كراون وآرزوي نفسين والاشتغال بالأذكار وهروها أمجال شاك كان لجري أوانا لابن أمانا للجادانين خوتان خريكا بذكر كانوا بويرد كانوا وبجهدوا كوشش كردن في خدمة العباد لخدمة عبدا كان ومحاسبة النفس وهمش النفس خوتان كيش نجير حسابه ومراقبة الله في الأعمال لكرد وكانت أنا كأيكن خواتان لبرشاوبي والصبر في البأساء والضراء وصبر بقرن لكاتي أكدا كتوشي بلايق أبن يشوجان وزرر والرضا بالقضاء والرازيب قذاب والشكر لله وشكر كردن بو خواهي قولي على كل حال مثل هالحالة قشتي همو أمانك وثمان مندرج في نصوص الشريعة جاء ما أتواني أو مين أمانة هر مينكي قشتي بيري وبسريع ولا أشتواني لزهدك وآوادس بك والزهد عن الدنيا الدنية والانقطاع عن الشهوات المحرمة النفسية والاشتغال بالأذكار والأوراد والجهد في خدمة العباد ومحاسبة النفس ومراقبة الله في الأعمال والصبر في البأساء والضراء والرضا بالقضاء والشكر لله على كل حال مندرج في نصوص الشريعة. يعني أوجب خير يا رب. يعني هم أني با هل تشي تياه؟ شريعة تعيني كرد وبالي. أجل ولا يخرج عنها قيد بالي ولا يخرج عنها قيد أنملة بأن زي سرقام كيك لي خارجنا بلو شريعته. سرقام كيغ لرزائل وفضائل وجودي ببيو شريعة باسي لنكربانية. والآيات في الموضوعات السالفة كثيرة آيات لو موضوعات كتيبر منزور والأحاديث الشريفة فيها شهيرة وحديث بير وزكانتيايا مشهور وكل ذلك دليل هم آنذر على أن الشريعة التي جاء بها الرسول الأمين أو شريعتيك بيغمبر دسباك كهناويتي تشتمل على كل عقيدة وقول وعمل هم عقيدة وقول عمل جريتو تركين أو فعل هم تركيك هم فعل بل إجازة الأري تشتمل كل عقيدة وقول وعمل وترك أو فعل أم جار مقرب للعباد يا مقرب للعباد من الله يعني أويك شريعتك في غمبر هنا بيتي أشتري أو كل مقرب يعني شامل هرشي كإنسان نزيك خروب أبو عبد كان لأخواه ميده ومبعد عن سخطه وعذابه ومشتمل بس التواي أوشتاني كإنسان دور أخنو لنا رزايتي وسزاي خواه وتندرج فيها الآداب المذكورة أو آداب دستوراتي كباس من ليكر هاتيايا لنا ويا وعليها يترتب الوصول إلى الله سبحانه وهذا سر أوانويا كشكل أقري قيشتن بخواي سبحانه وبها تنشرح الصدور بو آداب دستوريك سينكان أكرينوا وينال السعداء رضوانه وإنسان خوش بختكان رزايتي خواب دزدين نعم يستعمل لفظ الطريقة في العرف الطارئ بين الصلحاء لآداب مخصوصة بره بكار أبري لفظ الطريقة لعرفة عرف طارئ يعني عرف عارض وأتأو عرفي طريقتك فيابو عرفي أجنية كالسلتا والزماني في غمرة أو بكار برابي عرفي طريقة فيابو لبيني فيها وصال حكانا بكار ينهناوا بو آداب تايبتي كيرتضيها كبو آداب تايبتي الرازية ولي من الأولياء وليقل وليكان إخوة بوشي أو كاراك أو يقروت بيش لتربية أتباعه عليها شنك قريكيتي شو الكوتواني خوي لسل أوتها
تربيتك. رابعاً جاء ولا شيء من ذكر وتسبيح وتهليل وقراءة القرآن الكريم والصلوات على الرسول الجليل والخلوة والانعزال عن أهل الفساد واختيار الجوع والورع والاحتراز عن الشبه الدائر بين العباد دائرة بين العباد. ذكر تسبيح وتهليل وكأذان القرآن الكريم قرآن النوى صلوات لسر في غنبر درود يخوى لسر في غنبر جليل خلوت إنسان مثلا شيء خلوته وطاعة عبادتك. انعزال جاوة تفسيري خلوتك دوري قلتن لأهل فساد منظور وين خلوت شيء لقو شيء كدانشي أوانية يعني نشي تنو أهل فساد وإنساني خلاف وأمانة باشا. وش خوي جي خوي هات وش البسندة ولئتن أما بو معنى قوشة جيرينية بكن بكن بقوشة جيرينية بالبا الرهبانية أم جارة لأهل فساد هل بجاردن برسيتي هل بجارد ورع تاريزقاري هل بجارد مثلا على الإمام أبو حنيفة رحمة إخوائي لبي قرزي بلاي كابرايا كوبوا شو دعوة قرزكي بكا أو كاتا شو لكاتي قرماء أبوا لأن هذا نبوشي لو قرمي من نورات شو دعوة قرزكا اشتركي أخي شيء وقتي كاتشوه تماشا يكروا الديواري مالكا انتوزك سيوري هيا قريكي بلا سيوري كابر سيبيري ليكروا توهاتو بربور خورا كبير ساوا بل احتمال يا اوش بيجا اوان اويتو باشترا كشوته ايوا وتجي والله من لوا اخنا لقال اما وتجي من شمش جسيبري او ديوار بيسم قرديش ملا ام كابرايا في غمر فرموي يدرو دي خالص بكل قرض جر نفع فهو ريب هر قرض كان نفع راك يا شباب يا خويا بيت الربا اترسم من بالربا بو حصاو اما ورع ورع واقع والاحتراز عن الشبه وخو باراسن لو شبهاني كالدائرة بين العباد كالبين عبدكانها ولهم في هذا الباب يعني لبو أو صلاحا آلم بابا طرق متنوعة كومال الرياقي جورا وجورا هي باختلاف مشاربه بجاوازي أو مشرباني كهيا نهرو كتون لا فقها مثلا أو أن يتشندين سر مذهبها وهذا أخذ بالعزائم والتمسك به على أيدي الأولياء الذين يعرفون بأتباع الكتاب والسنة وأمش ديارة أخذ بعزائمة يعني أقل كاسي أو رقانة بقري آخرته رخصة زورة لشريعته حاربي أما ديارة أميكا إيسا باس ماكر إمامه وحنيفة كردويتي قطعا يما درقتي أو ناين وما نبو جيب جنابي وبدأ أمي شرعيني يعني أقل إما أعواز ما أولي أمي أمان وقتها كإنسانة شتاء الرباز كإيتر مثلا بلين تعهديكي زياتر أداء هو أويك لسر ريشك والريبازك الراس تقينا بيو بو أم تخلية وتحلية وتجلية وأمانة أو أخذ بعزائمة تمسك بوا لسر دستي أو أوليانا كأو أوليانش أناسرين ناسراون أناسرين بشي بأتباع الكتاب والسنة يعني و مثلا أوان مهايا كأوش تابعي يعني لقرآن بيروي كردوا للسنة بيروي كردوا أوش تاني كأيرين من دراور دينية لخوي ونيه ناوة اگر بقات او قناعتك ولا خوي ودري هنا ولا كتاب وسنه هنا امجنابه في الرويه يبقى بل امر جاء مبوكي لمن رزقه الله تعالى وكسيك خدا بعنوان الرزق في دابير طلبك باتباع السنه بل بيع والتمسك بل اخذ بالعزائم والتمسك به على ايدي الاولياء الذين يعرفون باتباع الكتاب والسنه سعاده بل وتاني وسعادتك لمن رزقه الله تعالى ووفقه له خواته في قدامه لأنه كما عرفت يا كما عرفت عين الشريعة الحنيفية وبل لأنه كما عرفت هلوك الناس لا أم طريقتي شاء هل عين الشريعة الحنيفية نخير كما عرفت إلا خلال أبحاثك تائرة كردمان لا أو جاية ما قبل أعو بشر لك رده وكان لا هل يستكاني في غنبر أعيان شريعته أعيان طريقته أعيان حقيقته هذا ما وصفه مولوي
درست او وكو صوفيك او فهمك لا رويك اي او بلام لا حقيقتها بصراحه نيوتو مثلا الشريعه جاء ما وكو فقتنا ولا ملف ونشري مرتبه مثلا الشريعه بو اقوال بو طريقه بو فعال بو حقيقتي بو احوال بي بلام لا حقتها اما امي املك دانو امام مسايا ككردي رنقا لشويني بلد عربته اخو مخالفه طريقته كي نكر ما ما مستع ما مستعج اوي ود وتي ام طريقته اوي كبعنوان طريقته حقيقته لان هل بشي كن لشريعتك يعني جير مجموعي شريعتك اسامه ثوانيه بلا هل اخوالي في غمر فقط شريعته يا افعالي فقد اوبي هل اقوالي شريعت خوي اتواني شريعتي شو طريقتي شو حقيقتي شو هل مثلا في عائلتك اتواني هل كان بيقلوان بي احوالي شرت واني يقلوان بي يعني اوا بوجوره ما مساوي بوچو وثاني بو هنا ويسوتي يقوم ما وصل بو خيه تبع صوفي هو يكو بوشوين مساوي بوشونك او لواء شاكتره شنك لواء ام ارادك يقرا ها ما مسافر مي صحيح نيه لكنه ليس بصحيح بوشي صحيح نيه شن اگر واب بوي بروين يعني مثلا اگر بلي يتر في عالك واحوالك في غمر شريعه دنيا او كذا فقد اقوالك شريعه اول استدلك انت هذه بحاول ان اوصف لك جدول والله واحد لما قطعت فتاتني عوامه والله او اصلاحات جاءت هل بوا راس ام قركتي توفيق دروسك بالضبط دقيقه وانيه قال لك هي توفيق دروسك عوادي كان يتلقى تعاوشي عوادي بالضبط لما كانوا دوره ثانيه اللي تهواه هذا الخير او هل أول نفسه أنه أريكم تفاوت بين الفقه ومعناه عموم بلى من يريد الله خيرا يفقهه فيه جاء سواء بداعش كي يشتن لو بس وقع عليه الشريعة أو كلي بيه يعني أخوة معنا شارع يعني ريق أولا أريق يعني ريجكول أري والله أولو كمتين أدي باشا هر وخوة قربان هر مثلا جوغك لشمهل يبس لشمهل يعني أمي جوغيك لو شمهل بس راوة مثلا يعني من يقول للشخص حديث إيمان إسلام إحسان أفهم لقاش ويقول كيف إحسان فواضح تعبد الله كأنك تراه فإنه يراك. يعني خذ بشريعة نسل زواهري أفعال الله بضع إحسان ومقامة تصرف كما حصل لكم أبوي داعشي كاكلة كاكلة خير ديني لو استرتبت عليه في المشكله بس هي مخواس هم كذاتواني والله تمام كذا ما جنبه عليه عليه الحقيقه الزور كان ترجع عليه يعني تجاوز من هذا واحد بله. لا باشه دیاره همو انسان کانیش خویش تو هاتو تنها بازی اسلام و زور جریوهای او النازیه تکلیفی لسر تو دانه و کتب کیفی خود بر رو بچه. بس نه کبری ها تخصص پیغمبر دودی خوای لسر میاد یک قربان و چیم لسر ال اسلام. ی پنج دانه نوش لسر. و دی اید غیری او چیتی و دی ولایت هروی. هر خیرایی و بخوایت هروی اروپیان جاک. دوای او
أفرمي أجر مثلا دواء أو بيت خوش بيت واني سنة كي غيري أو بيان جكا أم جابوا زكاة بو روج بو حج دانة أنا قشتي ود ولا كابلاو تي بخوا غيري أو يكلا سر مواجب ولا سر منه هيش تناك إن جاب يغمر دو يخال سر بك كابلا روي تي رزقاري بو كابلا أجر رب راسي بيا جبر راسي أو يكوا وتي بيكا أو يك متعهد بو بكرنا كي بيكا ورزقاري تبسي كواتا عايزة فأولئك هم المفلحون خو معنى وانيا مثلا أو كابرا كخواي جوري لباري ولا حشو تاباني هالنوجي كروه يا هم إيش أكيد حش خرابي أكينيا لازم دقي خوايا والكو هري إنسان أو إنسان عادي أنا المنتهى كومالك وظائف وأرك لسرية كاشي وأركاني أنجام دابي ولا عيني حالا كومالك يشتهي كبد دوري لي بكادوري لي كربيتن إتأما أجر كسيج مثلا لم جارة خوشة تشيني كي زيادة لي كردو قلاي كي زيادة لي هالقرتو شتيك زيادة كر امتياز بخو إضافة كارا قربا كاري قر إضافة كارا كابول إضافة بيه بشكل عزائم عينا عينا إما يدعى ما ليس ما لم أسبه مخافة أن يكون لي بس آوه جاء أم جارة بالي دوان سيان يكن شو الأشياء سر بحسكا ناس سيان ما سيشي حرمان ما سيشي على ما قاعد يسر بحسكا نعني بيزا نبينا المكرمة أم بيا وكب باس متائرة قسم من بوا بيا غمبر الرئيس دارك أي إما الرئيس دجيلا وك أي إما بك إيش كي محمدا درودي خالته محمدا حبيبه المعظمة أو محمديك حبيبي خايو معظمة نعني بذلك الذي نجاه واجتباه نبينا المكرم بالمعجزة الأبدية رجل قبل معجزة أبدية القرآنية والرسالة السرمدية ورسالتك سرمدية روج قيامة العامة كعامة للحقيقة الجنية وأو حقيقتيك برهمي دار توحيدة جنية يعني أوشتيك ليك رعوته وجن الجنتين دان والإنسانية إنجا كأوشكي محمد جنية وإنسية يا كلام الجنية والأنسية بلي أها أذاني شو أنا أمي من لسرج هنا كنيا حقيقة أبي الجنية بي شن لي رب سما لسرج النبو تعالى سما لسرج النبو أمانة برين الجنية والإنسانية شو أبشر دو تشديد بوعي هذا الوعي لسرنا نكش ولسر يكش بوعي ولا نا هالجنية في ما هروي خومن باش وقت جنية يعني بهري اللي يكراوة يعني حقيقتي ك هل أجنعي هل بجاردية وانوشينك جنية توتشي مثلا بناو باغيق لداريك ميويك بيرجوان بيلي أكيتوا وجن الجنتين جنا يعني برهمي دار برهمي باغ بلان برهميك دلقيرة دلنشينة إنسان حزيلي أكا نكهم برهمك كأوج محمد رودي خايلة سربية جهاتوا محمدا العربية القرشية الهاشمية المكية المدنية حبيبه المعظمة بشيء أو الرزيلي الجراوة بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم يعني براسي أي محمد صلى الله عليه وسلم لسر روشتك إجقار قولي لسر روشتك أخبع على هنانك بافتي عبارتك زور سيلا مثلا تقول نالي آيسة فرزا وإنك وإن لك مثلا خلقا عظيما خلقك عظيم عليه لعلى خلق عظيم على جبوة استعلايا يعني توزالي بسر خلق عظيمة كلا وتأو خلق عظيمة دستموي تويا لجر كيفي توعيا عوا مثلا فس كما بنى له إليه سلما صلى عليه ربه وسلم هروك أخوي جوريا دائما زراندو درستي كرد لبو او حبيبي خويك محمد اليه برولاي خوي بو بقابو بقابكو الى حضره قدسه ولا اساني باكي خوا شي بودانا سلما بينجي بودانا بينجكشيا وهي الشريعه المتهره المعبره بالمنهاج او شريعه باكيه كتعبير يدعو بمنهاج لم بحثي ايما يا هل كلها تعبير يدعو بمنهاج او سلم طريق الارتقاء الى السدره يا ما بس سلمك أو سلمة يا هنا بك بخبر بوهيك
يا پنجك پنجك يا سلم طريق الارتقاء يعني پنجي ريقي جي برزوبون ويا ولا سدرة المنتهى وما فوقها ما فوق سدرة المنتهى ليلة المعراج إلى شيء معراج صلى عليه ربه ربه الباني ملاف إليه إضافة تعريف أو أضر بالجهتين بل صلى عليه يعني يا أخوة ربي أو يعني ربي محمد درود يقال سربيه درود بن ربي سربيه كام رب الرب هو الباني أو ربيك بيناي كربو أو سلم يعني أويك بينجكي بودروس كردوا آوة تاني بالي 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 أو بالي هل بك منزول أو إضافي تعريف صلى عليه الباني باني المضاف أها بالي بالي أو بانيك إذا فكرة وآخر ربكني إذا فكرة ولا هيك هيك أبو كوي أشي وبيا غمر أشي تودرو دي خايل سلبي حالبي وتاني وقت الباني يعني أو بروردقاري كبيناي سلما كي بو كردو لقل أوشاء المضاف إليه إذا فبو إليه بولاي في غنبر هذا ربي محمد رودي قائل سلبي هو مش آيلة ربه مثلا يا ربك أو أنك هيا كإضافة بو بولايتي إضافة تعريفين إضافة بو بإضافة تعريف يعني مثلا شنك الرب أقر إضافة كري بولاي هيكا شنو هرشن رب صفة مشبهة ومعمولا إضافة صفة مثلا إضافة لفظي ولا شن بو الدوام ثبوتا أواق يعني إضافة تعريفة يعني المضاف إليه إضافة تعريفين بالجهتين إضافة تعريفة بهردو جهتك جاء مثلا بهردو جهتك أقر بم جاء نخير دو تاريخ بوبو في أغنبر دولي خالة سلبي ها زل جلال حيمان فيه ولا أولا يعني أو يكي معنوي هم مادي مادي معنويك مادي معنويك بودو جهته أجا وسلم يعني إخوة سلام بني رتسري تفضلا لروي فضله يعني أوك خدائي دا بسبب في أغنبر دولي خالة سلبي لروي فضلي خوي ويتي كذنات وأن زوري ليبكا وشتكي بزور ليسياني وعلى صحبه وعلى الآلي لسا صحبه لسا ألبي أو تفضلا وصحبه والآلي وصحبه والآلي عطف بوسر عليه هي عليه يكا أمر صلاة وسلاما دائمين إلى الأبد هم شدري جيبي بچن يبي أو عدد كل عامل والآلي بجماري همو أوشتاني كعامل بطائل يعني عامل بكاري بفائدا كاري مفيدا كان ولسر أو كثانش كقاصر يعني كوتان واتا كوتان لك كارنا كارنا آل أو آل دوما لا ألا يألوه اسم فاعله وتاني آل وما ديا جاء اسم فاعله كي آلي وندوها يمتا آلي أمر أقر تنوي آلي بسلونا بيت تنوي نقريه يكاروا أبتا آلي نوكو قاضي نواه وجوري لدي ولأم ديارة هل بروي لقل آلة كي يقريه توا الآلي نوسي وبألي شوية ولي يكي هرلي حذف كردوه أبتا أمش تيكي نو ظهورني في القرآن شهمان كبير المتعال متعال متعالية بيوه يكشي لي حذف وأمج يكي لي حذف كردوه بالي عدد كل عامل بطائل والآلي القاصري بقاصي تفسير كردوه الغافل عن العمل بشيء عن العمل بشيء يعود نفعه عليه في العاجل والآجل يعني قاصرة كوتا دستة غافلة لكردوه لا وك عمل كابشتي كشتك نفعك بينته وبسريا لدنيا ولقيامته لأخوائي قولا بارمو إن شاء الله أخوائي قولا زهن من فراوانك وطاعات وعبادات من فيه توفيق زيادة من فيه بار إن شاء الله حاجب سألين لو أنا جنيش بي أوي شكرا بحسي عن بني شريعتك